متابعين وتابعات شوفت في سلام الله عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة القنيطرة. كيف ما شفتوا في الألوان، واحد السيد اللي عنده 50 سنة، السي حسن، اللي كيعاني من مرض، اللي كان كيعاني من مرض السكر ولا زال يعاني من هذا مرض السكر. من بعد منه تزاد عليه الحال وقطعوا له وجهه، وكان السيد بائع متجول. غادي نعرفوا القصة ديال السي حسن وغادي نتابعوا معه من أول إلى آخر. تبارك الله عليكم، تفضل السي حسن. بسم الله، السلام عليكم. وشكرا شوف تي في. انا واحد الانسان ابن مدينه القنيطره، كنت في الصحه ديالي على خير وبخير، ما كان فيها حتى شي مرض، ما كان فيها والو، ما كنتش كنحس حتى شي حاجه من الاعراض ديال السكري. كنت خدام، كنبيع ونشري، واحد تقاس ليا رجلي من الصبع الصغير من الفوق بحال القمشه، ماشي شي حاجه كثيره ولا. المهم النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث شويه بدات كتنفخ ليا. مشيت للسبيطار ديال ادريسي مدينه القنيطره، خرجوا ليا لي زونتيبيوتيك، ما بلا ما نذكر الاسم ديال لونتيبيوتيك اللي عطاوني. ساليت ديك التريتمون، وليت شويه. النهار الثاني عاوتاني رجعت نفخت ليا رجلي، ديك لونتيبيوتيك ما دار ليا والو. رجعت لعندهم عاوتاني، داروا ليا الراديو، عاوتاني خرجوا ليا اونتيبيوتيك، واحد البوماد درتها عاوتاني. ملي درت ديك لونتيبيوتيك ودوك البوماد، عاد زادت رجلي، بدات كتكثر كتخمج، وانا ما عرفتش راسي فيها السكر. وهما اللي خصهم يقولوا لي سير دير تحليل السكر، لانهم غايشوفوا ذاك النوع ديال المرض خصهم يعرفوا، هما اللي على درايه، خصهم يعرفوا بان ذاك المرض راه ديال 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 السكر. لا غفلنا عليه، راه غتقطع الرجل. هما في الاول ملي كانت باقي الله عاد رجلي الله عندنا مقيوسه، كانوا يقولوا لي سير دير التحليلات، ما قالوش لي دير التحليله. في التريتمون التاليه بدات كتخمج لي رجلي، ساليت ديك التريتمون، قلت واقيلا عاد سالي التريتمون غنولي مزيان، زادت خمجات. رجعت لعندهم عاوتاني، خرجوا لي التريتمون اخرى، ماشي التريتمون الثالثه، خرجوا لي عاود التريتمون اخرى، درتها استعملتها لمده شي 10 ايام هكاك، عاوتاني ورجلي باقا عاد كتزيد. تنفخات عليا، مابقيتش كنقدر نعفط عليها، مابقيتش كنقدر نتمشى. سالي ديك التريتمون، انا عندي الثقه في في, في 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 وزاره الصحه في الاطباء، ما كيخرجوك واحد الدواء انا ما عارفش ما قاريش، كنقول هذاك الدواء غادي نولي لاباس. كيما قلت لك استعملت ديك التريتمون الثالثه، رجلي عاد كتزيد. المره الثانيه ساليتها، مشيت المره الثالثه لعندهم، قالوا لي عاد تدير لنا التحليله ديال السكر. مشيت درت تحليله السكر، عاد اكتشفنا بان انا في السكر لقاو عندي غرام ونص، غرام فاصله 50، ولقاو عندي الخزان 13. اذا هاد الناس هادو كيخرجوا لي الدواء، وانا رجلي كتخمج، ومريض بالداء السكري، وانا ما عارفش، وكندير الدواء وكناكل الحلاوه، حيت ما عارفش بان فيها السكر، كناكل الحلاوه، كندير اي حاجه، مناضه، نشرب العصير، كناكل كل شيء. علاش؟ لان ما عارفش بان فيها السكر. وهما كون قالوا لي فيك السكر اون ديبار في الاول، ما غاديش ناكل الحلاوه، وغادي ندير الانسولين او الكينه، ما غاديش تقدر رجلي ما تخمش. بني كانت يلاه باقي يلاه جرحه صغيره، انا كندير كل شيء. ملي لقاو عندي غرام فاصله 50 والخزان 13، قالوا لي خصك تنعس. نعس لمده اسبوع، ما كيسواني وليا رجلي في واحد البلاصه في ليرجونس. انا كنت عندي تصاور، وعندي لي زوردونس ديال اللي عطاوني ديال 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 لي تريتمون بثلاثه. عندي تصاور مصور في الجرده ديال السبيطار، المستشفى الادريسي اللي كيقولوا سبيطار الغابه، وعندي تصاور كنتصور في لاصال فيك تنعس في ليرجونس، بان اللي كنسواني راسي رجلي، كنسواني على راسي، كنقول لهم سواني وليا رجلي. هما بحال باغينا تقطع، ما باغيش يسوانا، باغينا تزيد تخمج. بقيت كنسواني راسي، كنمشي كنطلب الفاصمه، عندي بيطلادين، واحد القرعه بيطلادين في واحد الصاك، كندير بيطلادين، ما كنقدرش نحكها، كنتقصح. رجلي كتزيد تخمج اسبوع وانا تما. وتا الطبيب ديال اللي غيقطع لي رجلي ما عيطولوش حتى دازت اسبوع، لان ذاك الطبيب كون جا في الاول غادي اما غادي يعطيني تريتمون او غيشوف، غيكون قدر يكون واحد الحل. هما خلاو حتى دازت سيمانه وانا على السبيطار، كي كيشري الدواء، كيدقوا لي الدواء، كي هادي وبزز باش كيدقوا لي الدواء. الدواء كنت كنبدا نطلبو الرغب،
عاد كيقول لي البنات في السيروم بحال انا ماشي مغربي، ماشي 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 مواطن مغربي. جا الطبيب بعد اسبوع قال لهم هذا السيد هذا خص الرجل ديالو خصها تقطع. قلت الدكتور الله يرحمه ودي ما كاينش شي حل، شوف شي دواء او تكرط هذا الرجل او لا. قال لك الحل الوحيد، قال لك عندك اولدي الحل الوحيد وهو انك غتقطع رجليك. شفنا تا عيله بقيت كنطلب وهادي واش كاين شي حل وهادي. قال لك الحل الوحيد هو البطر. صافي لا غدا مشيت دخلت مع القاعه ديال العمليات قطعوا لي الرجل ديالي. وبين عشيه وضحاها وليت معاق وعاجز عن العمل، ما قادرش نخدم، ما كنقدرش دابا نخدم. وملي كنت خدام كان كبائع متجول، المهم كنبيع ونشري وكنترزق الله على وليداتي واللي جاب الله كناكل ونشرب ونخلص كرايه ونخلص الموضوع ديالي المساعد ديالي على خير وبخير. دابا من هذه دابا لمده تقريبا دابا 10 شهور ما خدامش. الادويه ما عندي باش نشري الدواء، دابا كنطلب عليه فارماسي كنمشي كنطلبهم. الله يرحم لكم الوالدين اللي عطيوني الفاصمه باش كنمشي لسبيطار الحومه، سبيطار الحومه كنقول لهم عطيوني عاد الفاصمه هذه، ما كيقول لك ما عندناش. كنقول لهم عطيوني عاد لي كومبريس ديك الفاصمه الطايبه، كيقول لك ما عندناش. عطيوني عيبيطادين، كيقول لك ما عندناش. ورغم ان ذلك الطبيب اللي ملي خرج من السبيطار ملي كنت ناعس قال لي عاد سواني، اي سواني ليكو، اي سواني تبقى تسواني في السبيطار ديال الحومه. ملي كنمشي لسبيطار الحومه كيقول لك ما عندنا والو، ما عندنا باش نسوانيو لك. اذا وليت انا كنطلب وكنسعى كاع الناس وكنسعى الاصدقاء وكنسعى عباد الله باش كيشريو لي بيطادين، باش كيشريو لي دابا البومادا. هو الطبيب واحد كونترول فاش عنده خرج لي واحد البومادا بلا ما نذكر السميه ديالها، قال لي عتقد هنا هذيك البومادا شريتها مره واحده كدير 2800 ريال، ما بقيتش كنشريها ما قدرش عليها. دابا كنسواني عاد بيطادين وديك الكومبريس كنطلب الناس وغالي داك الشيء الفاصمه وديك الكومبريس وداك الشيء. وعاد واحد البيطادين تيل كدير 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 1000 ريال ما كنقدرش عليها، وهي نورمالمون خصني نصاوب واحد البيطادين غالي كدير شي 8000 ريال. ما انا ما قادرش على ديك ديال 1000 ريال، ما قادرش عليها. دابا كنت كنقدر نشري هذيك البيطادين الاخرى اللي كتلصق هنايا في الرجل، هذيك كضرب بين اللحم دغيا، ما قادرش عليها. دابا عندي تاخر في ف ف ف في النمو ديال الجلد ديال رجليا. دابا ترجي ما بغاتش تصبر لان عندي نقص في الدواء، ما كنقدرش نشري الدواء وصابر وبالبركه ديال الله هادشي اللي كاين. وليت انا دابا بحال وليت كنسعى نيشان، ما بقيتش خدام، ما بقيتش نقدر نخدم. دابا تنمشي ما كنقدرش نتمشى عليها، كنتمشى برجل وحده. واش ما نقدرش دابا نخدم انا برجل وحده، برجل وحده ما نقدرش نخدم بها، هادشي اللي كاين. شنو كنطلب السي حسن؟ كنطلب من داخل المغرب وخارج المغرب، كنطلب من الناس اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو هذا الله يرحم لهم الوالدين، يشوفوا من هذا المنبر هذه الاعاقه اللي انا فيها وهذه المشاكل اللي انا فيها. وعندي وليداتي وكاري والموضوع. عاول البارح جا عندي موضوع حتى لهنا كيفرع عليا الباب على الموضوع. انا ما كنتش كيخرجوني الاصدقاء ديالي، الاصدقاء ديالي كيخرجوني معاهم بالشويه نشوف بعيني وداك الشيء. جا هو الدار اللي كيفرع عليا الباب راه بالشهود ديال الجيران، كيقول لهم مخزون عليا وانا ما كاينش في الدار. وكيدق كيقول لهم الفلوس ديال جمعت عليا شي 4 شهور ديال بين الموضوع. وجا كيغوت لي على ولادي وولادي والمراه ديالي في الدار، ووليداتي باقي صغار. الكبيره عندي فيهم عندي ثلاثه الاطفال، الكبيره عندي فيهم عندها 16 عام. وجا كيفرع عليا الباب على ولادي مع 10 الليل. انا كنت باقي داوني الاصدقاء ديال القهوه باش نفوش شويه، كما كتسالي القهوه مع 11 ما قدرش كنجي حتى لديك 11 مع شي 10 10 جا هو كيغوت على ولادي كيفرع عليهم في الباب. دابا كنطلب من الاخوان المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب باش الا كان شي مساعده الله يكثر خيركم. وانا راه كاري وعندي وليداتي، ودابا الله يرحم والدي راه رقم الهاتف ديالي راه في الشاشه 06-71-44-42-99 06-71-44-42-99 وعاش الملك، عاش الملك، والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا.
كيف ما تابعتم متابعينا الافاضل، هذه هي القصه ديال السي حسن اللي مقيم بالقنيطره، السن ديالو 50 سنه، اب لثلاث الاطفال اللي تعرض لواحد نقولوا انه كان مريض بالسكر، ما كانش عارف راسو مريض بالسكر، في الاخير لقى راسو مريض بالسكر واللي سبب له في القطع ديال الجلد كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل هذه. فكيطلب من جميع المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب انهم يساعدوه. الرقم ديالو كيف ما قالوا راه مكتوب في صندوق الوصف، 0671 49 92. هذا هو الرقم ديالو. شكرا للمتابعين ومتابعه شوف تيفي، تبارك الله عليكم، الى الملتقى ان شاء الله.